وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. موضع الشاهد من الآية قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، ففيه أن من ابتغى الرزق من عند غير الله عز وجل فهو غير عابد لله عز وجل، وإذا لم يعبد الله فإنه ليس بموحد. فذكر قوله واعبدوه بعد طلب الرزق من عند الله عز وجل يدل على أن طلب الرزق من عند الله عبادة.